عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اليوم اجتماعا لها برئاسة الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام. وناقش الاجتماع استمرار العدوان السعودي في تصعيد عمليات القتل اليومي للمواطنين اليمنيين وتدمير مقدراتهم في مختلف المجالات وسط صمت دولي مخز ومريب تجاه جرائم الحرب التي ترتكب بحق اليمنيين. كما بعث رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اجتماعا برئاسة الأخ الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، وذلك لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية في ظل استمرار العدوان الغاشم والظالم على اليمن أرضا وإنسانا وحضارة في ظل صمت دولي مريب وغريب. وقد تحدث الأخ الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر إلى الحاضرين مرحبا بالجميع إلى هذا الاجتماع الهام الذي ينعقد في ظل ظروف غاية في التعقيد والخطورة جراء المآسي والآلام التي يحدثها العدوان الإجرامي الغادر على بلادنا أرضا وإنسانا والذي قتل البشر ودمر الحجر والشجر بغاراته الجوية المستمرة منذ 10 أشهر مضت وقصفه الصاروخي من الجو والبحر والمحاولات المستميتة لقوات الغزو والمرتزقة لفتح جبهات قتال على الأرض والتي يتصدى لها أبناء القوات المسلحة والأمن ورجال اللجان الشعبية ببسالة ويسطرون أروع الملاحم البطولية ويكبدون العدو الخسائر الفادحة. وتطرق الأخ الزعيم إلى المستجدات التي تشهدها بلادنا في كل المحافظات والمسؤوليات التي يتحملها المؤتمر الشعبي العام باعتباره شريكا فقط في مواجهة العدوان الغاشم والبربري الذي تتعرض له بلادنا أرضا وإنسانا والذي تمادى في قتل اليمنيين من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب إلى جانب تدمير كل مقدرات شعبنا وكل مشاريع البنى التحتية كالطرق والجسور والمدارس والمعاهد والجامعات والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والموانئ والمطارات ودمر المصانع والمزارع ومخازن الغذاء والدواء وفرض حصارا جائرا وشاملا برا وبحرا وجوا بهدف تجويع وقتل 25 مليون يمني بدون أي وجه حق ودون أي مراعاة لحق الجوار والقربة والدين والمصير الواحد الذي يجمع بين شعبنا اليمني والشعب السعودي. ودعا الأخ الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام كل أعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة وهيئات ومنظمات وقواعد وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وكل السياسيين الشرفاء في الساحة اليمنية إلى الثبات والوقوف بصلابة في وجه العدوان وأن يتحمل كل واحد مسؤوليته في الحفاظ على الأمن والسكينة العامة في المجتمع كما يحافظ على أمنه الشخصي بكل ما يستطيع عليه ومواجهة أعمال التخريب والإرهاب الذي تقوم به التنظيمات الإرهابية والخلايا النائمة من تنظيم داعش وتنظيم القاعدة التي تتسرب لها الأسلحة والأموال بهدف زعزعة الأوضاع وخلط الأوراق مؤكدا بأن شعبنا اليمني الصامد والصابر سينتصر بإذن الله على قوى العدوان والغزو ومرتزقتهم الذين باعوا ضمائرهم بالمال وتخلوا عن قيمهم الأخلاقية والوطنية بمشاركتهم ومباركتهم للعدوان على وطنهم وقتل أبناء شعبهم وتدمير مقدرات بلدهم وفضلوا مصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن والشعب. وجدد الأخ الزعيم التأكيد بأن كل يمني حر سيقف بقوة ضد العدوان وسيتصدى بكل ما يستطيع عليه للتصدي لمحاولات المرتزقة وتجار الحروب الإجهاز على ما تبقى من مقدرات الوطن وأن الجميع سيقفون صفا واحدا في ثبات لا تؤثر عليهم الحرب النفسية والإعلامية لأبواق وقنوات العدوان التي تحاول التأثير على قناعات الناس وإرهابهم نفسيا مذكرا بأن صنعاء الباسلة والصامدة كما صمدت أمام الحصار الملكي الإمامي السعودي الإمبريالي في 67 وعام 1968 وانتصرت وهزمت جحافل الغزاة والمرتزقة الجدد وتجار الحروب أقصى الدروس وتدحرهم وتعيدهم على أعقابهم خاسرين بإذن الله وبإرادة وصمود اليمنيين الأحرار من كل القوى السياسية والأحزاب الوطنية ورجال الجيش والأمن واللجان الشعبية الأبطال الذين نحيي بطولاتهم واستبسالهم وإنجازاتهم العظيمة في الميدان ونشد على أيديهم وندعو لهم بالتوفيق والنصر المؤزر.
وقد استمعت اللجنة العامة وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي من الأمين العام على تقرير شامل حول المستجدات وما تقوم به قيادة المؤتمر وأحزاب التحالف منذ الاجتماع السابق، حيث شمل التقرير تقديم صورة واضحة لأثار العدوان المستمر على مدار الساعة ضد أطفال ونساء وشيوخ ومقدرات الشعب اليمني في كل محافظات الجمهورية اليمنية بقيادة المملكة العربية السعودية، موضحا الدور الذي تقوم به قيادة المؤتمر الشعبي العام والمحاولات الجادة لإيقاف العدوان ورفع الحصار البري والبحري والجوي المفروض على بلادنا والعودة للعمليات السياسية، مشيرا إلى أنه رغم كل الجهود التي بذلت وما زالت تبذل سواء في مسقط أو جنيف أو صنعاء إلى أكثر من محطة، إلا أن التعنت والكبرة والغطرسة من قبل التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وبأدواتها الرخيصة من أبناء اليمن بقيادة الفارهادي وبحاح وأعوانهم. وأوضح التقرير الجهود الكبيرة التي تقوم بها قيادة وقواعد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في مواجهة العدوان. وقد أشاد الحاضرون بالدور الرئيسي والمحوري لرئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام وقوفه مع كل الشرفاء في مواجهة العدوان، مؤكدين بأن مواقفه الوطنية الثابتة ستتوارثها الأجيال وسيخلدها التاريخ. وقد سجل الاجتماع الشكر الجزيل لثبات وصمود أعضاء اللجنة العامة والدائمة وكل قيادات المؤتمر وقواعده وحلفائه وأنصاره وكل القبائل والشخصيات الاجتماعية الذي أثبتت الأيام بأنهم الزاد والزناد للمؤتمر وللوطن في وقت الشدائد، الذين صمدوا وثبتوا ولم يفروا إلى خارج الوطن أو تخلوا عن التزاماتهم الوطنية تجاه أبناء الشعب الذين يعلقون آمالا كبيرة على المؤتمر، وكذا الدور النشط لقيادة قواعد المؤتمر في عموم محافظات الجمهورية. وقد خرج الاجتماع بعدد من القرارات السياسية والتنظيمية التي تدعم صمود وثبات كل أبناء الوطن في مواجهة العدوان، وحيى الاجتماع أبطال القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية وكل الشرفاء وشرفاء الوطن والقبائل المتطوعين الذين يواجهون العدوان بثبات وصلابة واستبسال. وأثنى الاجتماع على دور وجهود قبائل مديريات محافظة صنعاء وأمانة العاصمة على ثباتهم وصمودهم في مواقفهم المبدئية الثابتة. وحذر الاجتماع من الوقوع في شرك الدعايات والحرب النفسية الإعلامية لقوات التحالف وحملائهم في الداخل والخارج، مؤكدين بأن صنعاء والوطن كله عصي ومنيع على من رام إذلاله أو احتلاله. وقد تحدث عدد من الإخوة أعضاء اللجنة العامة وأحزاب التحالف حول عدد من القضايا السياسية والتنظيمية التي تهم المؤتمر والتحالف بشكل خاص والوطن بشكل عام.